مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. رئيس الجمهورية يترأس أعمال الجلسة 16 لمجلس الوزراء. قافلة مساعدات ثالثة تدخل إلى قطاع غزة. أهلا بكم. برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي، عقد مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري جلسته 16 لعام الجاري، وناقش الوزراء 11 مسألة مندرجة في جدول أعمالها. وكالمعتاد علق معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق باسم الحكومة على أبرز ما جاء في هذه الجلسة. نتابع التفاصيل مع الزميل خاطر علمي. بسم الله الرحمن الرحيم. sous la présidence du chef de l'État son excellence monsieur Ismaïl Omar Guelleh s'est tenue donc la 16e séance du conseil des ministres en ce mardi 24 octobre 2023. ترأس فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة السيد إسماعيل عمر جيلي اليوم الثلاثاء 24 من أكتوبر الجاري الجلسة 16 لمجلس الوزراء، وناقش الوزراء خلال هذه الجلسة 11 مسألة مندرجة في جدول أعمالها. المسألة الأولى مشروع قانون مالي يتعلق بتبني الميزانية التصحيحية للدولة لعام 2023، حيث توقفت هذه الميزانية التصحيحية في الإيرادات والتكاليف إلى 153.7 مليار فرنك جيبوتي، وقد ارتفعت إلى حوالي 9.8 مليار مقارنة بالميزانية الابتدائية لعام 2023. وقد سجلت بلادنا انتعاشا طفيفا في النمو، وذلك بفضل تحسين الأنشطة المينائية وقطاع المنطقة الحرة التي شهدت نموا مرتفعا، ويقدر التضخم الاقتصادي بحوالي 2.9% بسبب خفض أسعار المنتجات الأساسية والإعانات التي تم تنفيذها من قبل للسلطات في قطاعات الغذاء والمنتجات النفطية. وتتعلق هذه المراجعة الميزانية حول مختلف الخدمات منها الضرائب والضرائب غير المباشرة. المسألة الثانية مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الحسابات المالية للمكتب الجيبوتي لتنمية الطاقة الحرارية الجوفية لعام 2018 و2019 و2020 و2021، إضافة إلى عام 2022 حيث توقفت لعام 2022 في الإنتاج والتكاليف إلى حوالي 574 مليون فرنك. وقد شهدت منتجات هذا المكتب المذكور انخفاضا بحوالي 91.2 مليون فرنك، وارتفعت في عام 2022 إلى حوالي 573 مليون مقارنة بعام 2021. هذا وقد أنجز المكتب أنشطة عديدة، على سبيل المثال الدراسات الإضافية التي جرت في مختلف المواقع. المسألة الثالثة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الحسابات المالية للصندوق العسكري للتقاعد لعام 2018 و2019 و2020، وقد توقفت هذه الميزانية لعام 2020 في الإنتاج إلى أكثر من 2 مليار فرنك جيبوتي، وأيضا في التكاليف وفي عام 2019 فقد توقفت في الإنتاج إلى أكثر من مليارين، وأيضا في التكاليف كذلك، وفي عام 2018 توقفت في الإنتاج إلى أكثر من مليار فرنك، وفي التكاليف إلى أكثر من ملياري فرنك. المسألة الرابعة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الحسابات المالية لمركز الدراسات والبحوث الجيبوتي لعام 2018 و2019 و2020 و2021، وشهدت منتجات المركز ارتفاعا يقدر بأكثر من 67.2 مليون، ووصلت إلى 844.4 مليون في عام 2021 مقارنة بعام 2020 حيث وصلت إلى 777.2 مليون. كما شهدت أيضا التكاليف الإجمالية ارتفاعا يقدر بحوالي 657 مليون. وفي عام 2021 استثمر المركز في المعدات ومعدات النقل وصل إلى 26.9 مليون فرنك. المسألة الخامسة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الحسابات المالية لجامعة جيبوتي لعام 2018 و2019 و2020 و2021، حيث وصلت في الإنتاج لعام 2021 إلى أكثر من 3 مليار فرنك، وأيضا في التكاليف كذلك. كما شهدت ارتفاعا ملحوظا في عام 2021 مقارنة بعام 2020
2020 وذلك بسبب التسجيلات والدورات التمهيدية وإعانات الدولة. هذا وقد استقبلت جامعة جيبوتي 11216 طالب في عام 2021 وفي عام 2020 حوالي 10746 طالب. المسألة السادسة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الحسابات المالية لمطار جيبوتي الدولي حيث توقفت هذه الحسابات في عام 2021 في الانتاج إلى أكثر من مليارين وفي التكاليف إلى أكثر من 3 مليارات. هذا وقد قام المطار في عام 2021 بإطلاق 3 مشاريع كبناء برج المراقبة وإعادة التأهيل لأرصفة الطيران وشراء شاحنة إطفاء. المسألة السابعة مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الحسابات المالية للوكالة الجيوتية للتنمية الإدارة العامة لعام 2018 و2019 و2020 و2021. هذا وقد شهدت الميزانية التقديرية للوكالة إلى حوالي 135 مليون فرنك في عام 2021 مقارنة بحوالي 117.8 مليون فرنك جيبوتي في عام 2020. كما شهدت التكاليف الإجمالية أيضا ارتفاعا يقدر بحوالي 108.8 مليون في عام 2021 مقارنة بعام 2020 إلى 99 مليون. المسألة التاسعة مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة لاستنتاجات التقييم الأولي لمشروع الوحدة الشمسية في بار الكبرى بين الحكومة الجيبوتية والقطاع العام الإماراتي وذلك في إطار مكافحة التغير المناخي وإنتاج الطاقة عبر الطاقات النظيفة. ويندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية سلطات للتنوع موارد الطاقة وأن نجعل من جيبوتي بلدا يستخدم الطاقة الخضراء 100% في آفاق 2035. المسألة العاشرة مشروع قرار يتعلق بتعديل المرسوم رقم 72 لعام 2023 المتعلق بمنح قطعة أرض لصالح سفارة الإمارات العربية المتحدة وهي بمساحة 5000 متر مربع والكائنة في هرمز الجنوبية. المسألة الحادية عشر مشروع قانون يقضي بالمصادقة على الحسابات المالية للوكالة الجيبوتية للتنمية أدد أس لعام 2022 حيث توقفت في الإنتاج إلى حوالي 609 مليون وفي التكاليف إلى 567 مليون. هذا وقد أنجزت الوكالة استثمارات بحوالي 2.6 مليار فرنك جيبوتي في عام 2022 وذلك عبر صناديق الشركاء الفنيين والماليين. نظمت وزارة الشباب والثقافة بالشراكة مع اليونسكو ورشة عمل حول بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية مع التركيز على اتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي وذلك في أروقة قشر الشعب. وترأس مراسم افتتاح الورشة وزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هبو مومين عسوة وبحضور شخصيات مدنية رفيعة المستوى من بينهم كبار كوادر وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة. وسلطت الورشة الضوء على التزام حكومة جيبوتي الثابت بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وتعزيزه وتجدر إشارة إلى أن اتفاقية يونسكو لعام 2003 بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي تتمثل مهمتها في حماية وتعزيز العناصر الثقافية غير المادية التي تشكل ثروة تراثنا والتي لا تقدر بثمن والمتمثلة بالتقاليد والعادات والتعبيرات المنطوقة والعروض الفنية والعديد من الجوانب الأساسية. وتشجع هذه الاتفاقية على نقل هذه الممارسات من جيل إلى جيل مع احترام المجتمعات التي تمارسها كما يسلط الضوء على أهمية التنوع الثقافي ويشجع التعاون الدولي للحفاظ على هذا التراث الحي. وتندرج هذه المبادرة في إطار مساعي وزارة الشباب والثقافة الرامية إلى تعزيز الثقافة الوطنية والحفاظ على التراث التاريخي لبلادنا. والآن نتابع كلمة الأمين العام لمنظمة اليونسكو السيد محمد موسيابا والذي ثمن عاليا جهود وزارة الشباب والثقافة لحماية التراث الوطني غير المادي. أود أن أشير إلى أن هذه الخطوة جديرة بالثناء. حقيقة أردتم أن تشاركوا مع الأسرة التعليمية خصوصيات وعموميات هذه الاتفاقية وخاصة المعلمين والمرشدين التربويين الذين يلعبون دورا مهما في نقل ثقافتنا والتراثنا المادي وغير المادي. أريد أن أقول إن جمهورية جيبوتي مليئة بالتراث الثقافي وغير المادي وأعتقد أن الكلمتين الأساسيتين في هذه الاتفاقية هما الحماية والتعزيز. وتعمل اليونسكو جاهدة على تسليط الضوء على المعرفة الذاتية
والمعرفة التي تنتمي إلى المجتمعات المحلية. أريد أن أقول أيضا إن وزارة الثقافة اختارت الأشخاص المناسبين على تعزيز هذا التراث غير المادي في جيبوتي، كما أعتقد أن لديها دورا مهما ستلعبه. لذا أتمنى أن تكونوا على يقين أن الأسرة التربوية ستتمكن من إيصال أهمية تراثنا غير المادي إن شاء الله. من جانبها تناولت وزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هبو مؤمن أهمية التنوع الثقافي والتعاون الدولي للحفاظ على هذا التراث الحي. Comme vous savez, tout processus de conservation et de valorisation de nos patrimoines. كما تعلمون، فإن أي عملية للحفاظ على تراثنا الثقافي غير المادي وتعزيزه لا يمكن أن تتم دون مرحلة نقله إلى الشباب وإلى الأجيال الشابة التي يجب أن تمتلكه، وتماشيا مع إعلان اتفاقية عام 2003 الذي نص على ضرورة رفع مستوى الوعي وخاصة بين الأجيال الشابة بأهمية التراث الثقافي غير المادي وصونه. وبالتالي فإن الحاجة إلى ترسيخ شبابنا في ثراء وتنوع بيئاتهم الثقافية حتى يتمكنوا من الانفتاح على العالم تتطلب من المعلمين أولا أن يكونوا لاعبين نشيطين في عملية النقل. لذلك تشكل هذه الورشة خطوة مهمة في أي عملية لتسجيل التراث الثقافي غير المادي في سجل العالمي لليونسكو، مثل السجل الذي يجمعنا اليوم والذي سيتم الانتهاء منه بعد ذلك، وسيتم الإعلان عن التسجيل الرسمي في ديسمبر خلال الدورة 18 للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في بوتسوانا. ويتعلق الأمر بمشاركة الجوانب المختلفة لهذا التسجيل الأول، وهو نجاح من حيث القيم الثقافية ونقل المعرفة إلى الشباب في البيئة المدرسية. وفي شأن محلي آخر، نظمت المفوتشية العامة للدولة صباح اليوم الثلاثاء أعمال 13 للجنة التوجيهية للمفوتشيات العامة للدول في إفريقيا، وسيكون هذا الاجتماع فرصة لإعطاء اللجنة التوجيهية للتفكير معا حول أفضل طريقة لتعزيز هذه المنظمة الإفريقية والتي تم إنشاؤها عام 2006 في جيبوتي، والتي تضم في عضويتها 27 دولة إفريقية. وتجدر إشارة إلى منتدى المفتشيات العامة للدول الإفريقية وعبارة عن هيئة رقابية تهدف إلى تعزيز امتثال الشفافية والانضباط أداء السلطات الحكومية العامة وتفعيل مبدأ الرقابة والتفتيش والحفاظ على المال العام، سعيا لتحقيق محاربة الفساد والقضاء عليه والوصول لحكم رشيد، وذلك من خلال التعاون وعقد لقاءات دورية ونقاشات ومشاورات وتبادل الخبرات والإمكانيات بين دول الأعضاء. رئيس اللجنة المفوتشية العامة للدول الإفريقية ألقى كلمة استهلها بتقديم الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجيلي على دعمه اللامحدود للمفتشية، وهنأ المفتشية العامة لدولة جيبوتي التي توفر الأمانة التنفيذية للاتحاد الدولي للمنظمات الغير الحكومية على إعداد الجيد لهذا الاجتماع رغم المعوقات ذات الطبيعة المختلفة التي قد تواجهها، وأوضح أن المنظمة شهدت توسعا لا يمكن إنكارها من خلال زيادة العضوية وعدد شركائها الحاليين والمحتملين. مع ذلك لا تزال هناك تحديات عديدة أمام تحقيق الأهداف المرجوة والتي من أجلها أنشئت المفتشية الإفريقية. بدوره رحب المفتش العام للدولة في كلمته بالوفد المشارك في الاجتماع 13 للجنة التوجيهية، وأشادهم لالتزامهم وتفانيهم في هذه القضية المشتركة التي تشكل مثل الاتحاد الذي يهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية في البلدان الإفريقية المنطوية تحت اللجنة. وأوضح أن المنتدى المفتشين العامين للدول له أهمية خاصة في المشهد الحالي وفي الوقت الذي اختارت فيه حكومات بلداننا وضع المسؤولية والكفاءة
جاءت في قلب سياسته العامة أصبحت دور عمليات التفتيش الحكومي عام، وهي هيئة رقابية أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان حسن سير العمل وتنفيذ المبادئ التوجيهية التي وضعها رؤساء دولنا في إدارة الشؤون العامة. وأضاف أنه خلال أعمالها ستتاح المنصة لإعطاء اللجنة التوجيهية فرصة التبادل أفضل الممارسات والدروس من أجل تعزيز أنشطة هذه المؤسسة الإفريقية. نظمت الهيئة الحكومية للتنمية الإيكاد يوم أمس الاثنين بالتعاون مع الحكومة الألمانية الاجتماع السنوي للجنة في فندق أو اللجنة التوجيهية للصندوق والهجرة في شيراتون. وجرى هذا الاجتماع السنوي بحضور ممثلين من وزارة الخارجية لدول الأعضاء في الإيكاد والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى. هذا وركز الاجتماع الذي استمر لمدة يومين على مراجعة التقدم والأداء المالي وتقديم توصيات لصندوق الهجرة بشأن الارتباطات المستقبلية. وأسفر الاجتماع عن مراجعة التقرير المرحلي السنوي والموافقة على مواقع التدخل الجديدة والتوصيات المتعلقة بتنفيذ سلسة، فضلا عن التأييد السياسي من الدول الأعضاء منذ إنشائه في عام 2009. كان لصندوق مكافحة الهجرة دور فعال في معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة في إفريقيا وتعزيز إمكانياته في منطقة إيكاد. ألقى السفير جيل إدريس عمر كلمة في هذه مناسبة نوه فيها أن هذا الاجتماع له أهمية خاصة بهدف تقييم التقدم المحرز في مجال الهجرة في المنظمة. Cette réunion revêt d'une importance particulière car elle nous offre l'occasion de faire le. إن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة لأنه يمنحنا الفرصة لتقييم التقدم المحرز في مجال الهجرة في عامين 2022 و2023. ومنذ ذلك الحين وفي إطار برنامج الهجرة التابع للإيكاد قمنا بمراجعة الأداء المالي للعام الحالي ومناقشة التوقعات للسنوات القادمة مع التركيز على عام 2024. وإن الهدف من هذا الاجتماع هو ضمان استمرار برنامج الهجرة الخاص بنا وتلبية احتياجات وتوقعات الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية مع احترام مبادئ الاتفاق العالمي للهجرة. يعد برنامج الهجرة التابع للإيكاد مبادرة قيمة تهدف إلى إرساء الأسس للهجرة الآمنة والمنظمة في منطقتنا بما يتماشى مع متطلبات الاتفاق العالمي للهجرة، ونحن نسعى جاهدين لتعزيز سياسات الهجرة التي تضمن أن تكون الهجرة طوعية ومنتظمة، ونحن نولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين وتعزيز التعاون بين جميع الجهات الفاعلة المعنية بالهجرة بما في ذلك المهاجرين وبلدان المنشأ والعبور والمقصد. شهد مقر الطيران المدني أمس حفل توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتجديد اتفاقية الشراكة القديمة المتعلقة بالأمن الطيران، وتم التوقيع على تجديد الاتفاقية التعاون أو تجديد اتفاقية التعاون رسميا من قبل السيد داود علي عبدو مدير عام الطيران المدني في جيبوتي والسفيرة الفرنسية لدى جيبوتي. ويعزز هذا الاتفاق الجديد بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال الطيران المدني بما في ذلك إدارة المجال الجوي وسلامة الطيران وتدريب الموظفين. وتعكس هذه الاتفاقية الأهمية التي توليها جيبوتي وفرنسا للتعاون الدولي في مجال الطيران المدني. حزمة مساعدات ثالثة تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي. نتابع. بدأ يوم أمس الاثنين دخول الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر. وقال وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح إنه يجري الآن دخول 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري
من جانبها أفادت وكالة الأنباء المصرية بأنه نجحت الدفعة الثالثة من القوافل الإغاثية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة المحملة بالمساعدات الإنسانية في العبور عن طريق ميناء رفح البري إلى الشعب الفلسطيني في غزة. وأضافت الوكالة شملت هذه الدفعة 10 قاطرات جديدة محملة بمواد غذائية ومياه شرب وأدوية ومزازمات طبية، بالإضافة إلى تجهيز 10 قاطرات أخرى. فقد عبرت القافلة الجانب المصري من المعبر بعد أن خضعت للتفتيش والتجهيز، وعلى مدار اليومين الماضيين وصلت دفعتان من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وكانت الأولى تضم 20 شاحنة فيما ضمت الثانية 14 شاحنة بعد نحو أسبوعين من الحصار التام الذي فرضته إسرائيل بما في ذلك قطع الكهرباء والماء والدواء والغذاء والوقود. قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم أمس الاثنين إن الهجرة الدولية إلى الدول الغنية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق العام الماضي، مدفوعة بالأزمات الإنسانية العالمية والطلب على العمال. وقدرت المنظمة التي تتخذ من باريس مكانا لها أن أكثر من 6 مليون مهاجر انتقلوا إلى الدول الغنية البالغ عددها 38 دولة العام الماضي، بزيادة 26% عما كانت عليه في عام 2001، وأعلى بنسبة 14% عما كانت عليه في عام 2019 قبل أن يؤدي الوباء إلى وقف قسري للكثير من الحركة عبر الحدود. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية النشرة، وشكرا على حسن استقبالكم والمتابعة.